امبارح انتهت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية واللي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أجريت فعاليات البطولة في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تعالوا نشوف تقرير عن نتائج هذه البطولة. انتهت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل. شهدت النتائج النهائية للبطولة في فروسية قفز الحواجز للفرق حصول مصر على المركز الأول وقطر على المركز الثاني، وجاءت سوريا في المركز الثالث. وفي سباق الفردي حصلت قطر على المركز الأول ومصر على المركز الثاني، فيما جاءت سوريا في المركز الثالث. وفي النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد للفرق حصلت مصر على المركز الأول بنتيجة 565 نقطة، والأردن على المركز الثاني بنتيجة 533 نقطة، وجاءت السعودية في المركز الثالث بنتيجة 479 نقطة. أما بالنسبة لمنافسات البطولة للفردي فحصلت العراق على المركز الأول بتحقيق 152 نقطة، وجاءت مصر في المركز الثاني بتحقيق 150.50 نقطة، والأردن في المركز الثالث بتحقيق 148.50 نقطة. وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات، مما ساهم في نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية في مجال رياضة الفروسية. وحضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أركان حرب سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية. وقامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.